بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وعطوا دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وهو ملعب الدوت سبورت. حلقة اليوم عندنا ثلاث مواضيع، كل موضوع اسخن من التاني. ايه يا دودي في ايه؟ هنتكلم على كل التفاصيل تخص محمود عبد المنعم كهربا، ثم المشادة مع أمن الإمارات في الثلاثي المرح، ثم يقترب كولر من مفاجأة كارثية. ما هي كارثية يا دودي؟ هنعرف كل شيء في حلقة اليوم. قبل ما اخش على الفيديو، عايزين نعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى كل الناس المحترمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نخش كده في التفاصيل، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه علشان يصلك كل جديد. الناس كلها، انا شايف ان الناس كلها على محمود عبد المنعم كهربا. ليه؟ علشان بعض المشدات او نرفزه الراجل اللي بيحط جوه اعصابه. طبيعي لو انا ما بلعبش اوتوماتيك هكون متضايق وزعلان وغضبان. ثانيا، مارسيل كولر بالفعل بيحب يضحك عليه كتير. ليه بيحب يضحك عليه؟ بيخش يمثل، بيسلم على اللعيبه كده واحد ورا الثاني، بيحب يمثل يعني. لكن بعد فوز الامس على سيراميكا كليوباترا 2-1 في لقاء الامس، دخل محمود عبد المنعم كهربا اوضه لبس عشان يغير، وكل اللعيبه داخله عشان تغير. مارسيل كولر، انا بجيب لك التفاصيل بالظبط ومش هتلاقيها غير عند دودي سبورت بس. مارسيل كولر دخل بيسلم على كل لاعب من اللعيبه داخل اوضه اللبس، وجه عند محمود عبد المنعم كهربا، راح منزل ايده ما سلمش على الراجل، وراح قالب وشه الناحيه الثانيه وقال: هو انا هلعب امتى؟ الراجل بكل منطق، وكان مين في ظهره؟ كابتن محمد رمضان اللي نازل سلخ على لعيبه النادي الاهلي وعقوبات. قال له: هلعب امتى؟ قال لي الشناوي: هلعب امتى؟ قال لي عمرو السولية: هلعب امتى؟ قال لي مش عارف مين: هلعب امتى؟ يعني كهربا بيتناقش مع زمايله في اوضه اللبس بعد اللقاء. قال لك بيتكلم وبيقول وبيطلع كل المضايقه اللي فيها، ورد عليه مارسيل كولر بالمترجم بتاعه، قال له: الراجل ده انا مش محتاجه في الفرقه، ويا ريت يكون في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب بعد ما نرجع علشان الراجل ده يمشي من الفرقة، علشان أنا مش هحتاجه ولا هلعبه ولا هو هيلزمني 3-4 جنيه. لكن يرد كابتن محمد رمضان ويقول لك: يلا بقى، وحتة كمان من عندنا كمان خصم 1,000,000 جنيه على الكهرباء. طب أنا نفسي أعرف حاجة، يرضي مين؟ يرضي مين اللي بالشكل ده يخصم 1,000,000 جنيه؟ أنهي حاجة في الكورة بتقول كده؟ أنهي حاجة في الكورة بتقول 1,000,000 جنيه؟ طب أخصم 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، 250,000 جنيه، اقول ماشي. لكن تخصم على الراجل 1,000,000 جنيه انت عايز تقضي عليه بمعنى الكلمه، انت كده يعتبر حطيته في نفسيه جحيم. وبالفعل معروض كهربا للبيع، ورسم فهم نظمي كهربا هيكون خارج النادي الاهلي نهائيا، وخصم 1,000,000 جنيه من حسابه او من عقده او من اي شيء في التفاصيل تخص كهربا. وبالفعل محمد رمضان ومارسيل كولر لن يرحموا حد حتى بعد قرار محمود عبد المنعم كهربا. طب ما تيجي نسال بقى الموضوع الثاني يا دودي، هو فيه ايه؟ الموضوع الثاني اللي يخص الثلاثي المرح، كابتن نبيل عماد دونجا، كابتن محمد صبحي، ثم كابتن مصطفى شلبي اللي خارج بيشوت الازازه. ما فعلا قله ذوق، وفعلا الزمالك عملك بني ادم. وبالفعل نبيل عماد دونجا فاكر نفسه دونجا بتاع نص الملعب بتاع البرازيل بقى والشغل العالي والدوري الاوروبي والكلام ده. ومحمد صبحي اللي لو اتشطت عليه تلاجه هتخش. ثلاث لعيبه بمشاده كارثيه في المدرجات مع مدير امن الامارات، ويصلوا الى النيابه في الامارات في ابو ظبي، علشان لازم يكون في قرار حاسم من الكابتن حسين لبيب. وبالفعل قرار يؤكد هذا العقوبه
على الثلاثي في 250 الف جنيه لكل واحد فيهم، علشان بعد كده بعد الماتش او في وقت الماتش او في وقت المباراه واي حد فيهم مصاب يقعد على الدكه كده او يقف في المدرجات، يبقى قاعد ساكت كده وهادي وجميل ولذيذ ويركز في الماتش بتاعه بس. لكن مصطفى شلبي بعد التغيير ما عجبوش الاداء، راح شايط الازازه خارج بيبلطم بالكلام، علشان كان فاكر كويس ان هو مصطفى شلبي كان كويس في اللقاء، لكن مصطفى شلبي كان مالت المالت، كان سوبر لوكس، وبالفعل محمد صبحي سوبر لوكسين، وبالفعل دونجا ثلاثة سوبر لوكس بمعنى الكلمة. والنيابة تحقق مع هذا الثلاثي المرح اللي بالفعل لازم يكون فيه حسبان من مجلس او اجتماع مجلس الإدارة يخص الثلاثي اللي بالفعل لازم يكونوا عقوبة اكتر من 250 الف جنيه علشان يبطلوا يعملوا الشغل ده. وانت في نادي الزمالك يا حبيبي انت مش تلعب في مسحلول علشان تعمل كل الاشياء دي او تعمل كل المواقف دي، لكن تقول ايه هو ده لعيبة نادي الزمالك بتاعتنا وقلة الذوق. الخبر التالت وهو خبر وانذار اخير من مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الاسطورة كابتن محمود الخطيب، كابتن مختار مختار، وكابتن محمد رمضان، وكل مجلس الإدارة تخص النادي الأهلي، وإنذار أخير بعد العك الكروي في لقاء الأمس أمام سيراميكا واتنين واحد بالعافية، وإنذار أخير لمارسيل كولر. الإنذار إمتى يا دودي؟ بعد لقاء السوبر المصري أمام الزمالك ثم لقاء العين الإماراتي. طب لو الاتنين يا دودي حصل دروب كده ولا فيهم ولا خسارة هيحصل إيه؟ هيقول لك بنقدم الشكر و كل الامكانيات الشكر لمارسيل كولر، وبالفعل في لا يقل عن 3 4 ملفات تحت قياده كابتن محمد رمضان وكابتن محمود الخطيب لتجهيز مدير فني اجنبي جديد، علشان كولر خلص على بعض اللعيبه منهم محمد شريف، منهم احمد عبد القادر، منهم رضا سليم، منهم بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش، منهم محمود عبد المنعم كهربا، منهم ومنهم ومنهم. وانا قلت الكلام ده قبل كده ان مارسيل كولر ليه بيحب وبيقرا ومع الاسطوره كابتن محمود الخطيب ما بيحبش الحاجه دي، وبالفعل بدا يخرف حتى في تشكيله الامس بعك كروي في تشكيل مفاجئ كل الاهلاويه ما كانش متوقعين في هذا التشكيل. وانا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي ملعب الدوتي سبارت، وانا بقول لك كولر يقترب من الرحيل. وبس بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي بودي سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تقولش دلوقتي هتبقى بقى، تشجيع عندنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.